بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب وطالبات عمادة السنة التحضيرية جامعة الملك سعود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور ناصر سليم، منسق مقرر الصحة، أحدثكم عن وصف عام لهذا المقرر من خلال التعريف به، أهدافه، مفرداته، وأساليب التقويم المتعلقة به. يهدف مقرر الصحة بجانبه النظر إلى مساعدة الطلبة على تشكيل ثقافة صحية وضرورية في النواحي الصحية الشخصية المتعلقة بالمحافظة على الجسم، النواحي الصحية الغذائية، النواحي الصحية الرياضية، النواحي الصحية الوقائية، والنواحي الصحية النفسية، والنواحي الصحية البيئية. ولا بد لنا من التطرق للحديث عن مهارات إسعافية لإنقاذ أحبتنا. يركز هذا المقرر على الجانب المتعلق بمهارات تطوير الذات من الناحية الصحية والجسدية، فينقسم مقرر الصحة واللياقة إلى محورين رئيسيين، هما الجانب النظري المتعلق بالتثقيف الصحي، والجانب العملي المتمثل بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة. نتحدث في مقرر الصحة واللياقة عن جانب مهم في التثقيف الصحي الذي يعتمد على أسس علمية وعملية، ويعتبر هذا التثقيف الصحي الوسيلة الفاعلة والأداة الرئيسية في تحسين ورفع مستوى صحة الأفراد، وبالتالي صحة الجماعات، عن طريق اكتساب الأفراد لمعلومات تتناسب مع مستوى تفكيرهم، بحيث يصبحوا قادرين على فهم وإدراك الظروف الصحية المحيطة بهم. ولكي يعيش الفرد حياة صحية سليمة، فلا بد له من اتخاذ أنماط حياة سليمة تشمل الغذاء والرياضة والمحافظة على الوزن والوقاية من الأمراض، واتباع وسائل السلامة من الحوادث والعدوى، وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية الداخلية منها والخارجية. من هنا جاء مقرر الصحة واللياقة ضمن مقررات قسم مهارات تطوير الذات في عمادة السنة التحضيرية جامعة الملك سعود للرقي بالمستوى الصحي لطلابها، حتى يتمتعوا بصحة جيدة ليتحقق شعارها الاستثمار في الشباب. أما أهداف المقرر بشكل عام، فيتوقع منكم أبنائي الطلبة أن تحققوا النتائج التعليمية الآتية: الإلمام بالسلوكيات التي ينبغي ممارستها للمحافظة على الصحة الشخصية، وبالتالي ستعود على صحة أسركم. اكتساب المبادئ الأساسية للتغذية والتي تساعدك في بناء وتشكيل نمط صحي سليم. اكتساب المعلومات الأساسية لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة. اكتساب المعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الوقائية. اكتساب المهارات الإسعافية اللازمة في التعامل مع الإصابات. التعرف على السلوكيات ومظاهر الصحة النفسية. الوعي بالمشكلات البيئية التي تحيط بالإنسان. وأخيرا، لابد أن نكتسب المعلومات الأساسية العامة من أجل تشكيل نمط صحي سليم. مفهوم الصحة، The Health. الصحة مفهوم تختلف فيه آراء الكثير من الأفراد، ويصعب تحديده بعبارة، ومع ذلك فقد جرت محاولات كثيرة لتعريف الصحة. فالصحة تعني سلامة الجسم والعقل وسوية الأحاسيس والانفعالات بشكل يضمن تحقيق الاستمرار بالعيش والحياة. وقد عرفت منظمة الصحة العالمية مفهوم الصحة على أنها حالة الكفاية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة، وليست مجرد الخلو من الأمراض أو العجز. وقد اعتبر هذا التعريف بمثابة هدف أكثر من كونه تعريفا، ومن الواضح أن هناك تأكيد على ترابط الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية لدى الإنسان من خلال هذا التعريف. من هنا يتبين لك عزيزي الطالب بأن التأكيد على أهمية النهوض بالصحة تكون بالمشاركة الفردية والجماعية، وعلى الفرد أن يساهم بعملية التطوير والتقدم والبناء لهذا الوطن الذي يعيش فيه. من هنا جاء تعريف السنة التحضيرية للصحة، حيث تؤكد على أهمية نهوض شبابها ليكونون أصحاء بأجسادهم، لتنعكس على عقولهم
ويتحقق بإذن الله شعارها الاستثمار في الشباب.